إذا كنت تكره كرة القدم لا تشاهد هذا الفيديو، وبكل تأكيد سوف تغير رأيك. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام. في عالم كرة القدم تحدث الكثير من الأشياء التي تجعلك تحب هذه اللعبة، لكن أكثر شيء يجعلك تحب هذه اللعبة هي الروح الرياضية والروح الجميلة بين اللاعبين وبين الجماهير. لذا سنشاهد في هذا الفيديو أجمل لحظات الروح الجميلة بين اللاعبين والجماهير. لنبدأ. في هذه المباراة كما تشاهدون، قبل أن تصل الكرة للحارس ضرب هذا اللاعب والحارس برأسه ضربة قوية، لكن شاهدوا كيف يخاف عليه وكيف أنه قلق حياله وذهب ليحتضنه ويعتذر عما حدث. شاهدوا هنا ذوي الاحتياجات الخاصة كيف يقومون بتدليلهم ونشر روح المرح والسعادة في قلوبهم. مواقف رائعة حقا. في هذه المباراة وقع هذا اللاعب دون قصد فاحتسب الحكم ركلة جزاء، فشعر اللاعب أن الفريق الآخر قد ظلم، لذا قام بتضييع ركلة الجزاء عامدا متعمدا. شاهدوا هنا في هذه المباراة لذوي الاحتياجات الخاصة والذين لا يستطيعون المشي على أقدامهم، يتم تربيطهم كما تشاهدون باللاعبين حتى يقوموا بلعب كرة القدم ويتسلوا قليلا. مبادرة جميلة ورائعة من هؤلاء اللاعبين. هنا كريستيانو رونالدو يقوم باحتضان مدربه السابق في مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون. شاهدوا الاحترام المتبادل بينهما. شاهدوا هنا هذا الحارس يحاول أن يلعب مع هذه الفتاة الصغيرة ويحاول أن يرسم البهجة على قلبها. كما تعلمون إنها ابنة أليسون بيكر. هنا هازارد رأى هذا الطفل الذي يحمل هذه اللافتة التي تحمل اسمه يطالب بقميصه، فأتى إليه وأعطاه القميص. شاهدوا الفرحة والسعادة التي بدت عليه. شاهدوا هنا اعتزال هذا اللاعب، شاهدوا كيف يقومون بالتصفيق له ويقومون بتحيته. إنها مشاعر رائعة للغاية. شاهدوا هنا لوكاكو يدخل مع هذا الطفل الصغير من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه يقوم بمداعبته ورسم الفرحة والسرور على قلبه. شاهدوا هذا الطفل المصاب بمتلازمة داون، شاهدوا ماذا يفعل. أتى به الحارس ليقوم بتسديد ركلة جزاء عليه. شاهدوا كيف سدد ركلة الجزاء بطريقة رائعة جدا. شاهدوا احتفاله الجميل أيضا، إن السعادة والبهجة مرسومتان على وجهه. شاهدوا الاحترام بين اللاعبين هنا، شاهدوا كيف أن اللاعب يقوم بربط حذاء الحارس لأنه لا يستطيع بسبب القفازات. شاهدوا أتى وبدون أي طلب قام بربط الحذاء له. هنا عثمان ديمبلي يقوم برسم البهجة والسرور على قلب هذا الطفل الصغير من ذوي الاحتياجات الخاصة. شاهدوا السعادة التي على وجهه الآن. دخل هذا الكلب الصغير إلى الملعب، فشاهدوا كيف يقوم اللاعب بتدليله والتربيت عليه. شاهد كيف يحترم هذا الحيوان الصغير. الآن قام بإمساكه لإخراجه من الملعب. هنا هذا المشجع والذي دخل ليحتضن ريبيري، لكن قوات الأمن أمسكت به، لكن ريبيري قام بقلع قميصه وأعطاه له قبل أن يرحل. قرر ريبيري ألا يرحل هذا المشجع خاوي اليدين. شاهدوا هنا كريستيانو رونالدو يقوم باحتضان هذا الطفل الصغير حتى لا يقع منه الكتاب الذي في يده. شاهدوا هنا تواضع محمد صلاح أن أتى هذا الشاب وأخذ صورة معه. شاهدوا هنا لم يمتنع عن فعل ذلك.
شاهدوا هنا هؤلاء اللاعبين سيقومون بإدخال هذا الطفل معهم. يبدو أنه سيضرب ضربة البداية في الملعب. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.